جريمة اغتيال عماد مغنية إلى توسع. وكانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين خلال اليومين الماضيين قولهم إن الهجوم المخطط كان جزءا من جهود أوسع قام بها حزب الله وإيران لاستهداف مرافق إسرائيلية انتقاما لمقتل عماد مغنية. اسم الوزير زياد بارود عنوان عريض لأكثر من خطة وخريطة. دخلنا على مرحلة كسرنا فيها حاجز الخوف من اليوم الانتخابي الواحد. اعتماد خطة مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي. أنا طلبت أني ما أعرف تفاصيلها حتى. رايحين نحن باتجاه الإصرار بصورة كاملة على أنه نعطي الناس حقها على الدولة بأنه يكون عندها أمن، يكون عندها استقرار. ميشيل، هيدا التوقعات، أول جزء من التوقعات اللبنانية اللي صدق شفنا كتير أمور إيجابية وفي أمور سلبية كمان. ليش ميشيل تعلق براس الناس الأمور السلبية أكتر برأيك؟ يمكن لأن بيعتبروا الأمور الإيجابية هي تحصيل حاصل، أما الأمور السلبية فيها كتير غموض وخوف ورعب، وكأنه الإنسان عنده لذة أنه يبرحش بالأمور السلبية ويفكلها هيك الألغاز والرموز تبعها. مثلا بتقول لواحد أنه عمل فحص دم، طلعت الفحوصات كتير منيحة، خلصت الخبرية هون. بتقول هيدا عمل فحص دم وطلع معه شيء بفحص الدم، بيخبروا الدنيا بتنزل البناية بيصير في دوجة. الأخبار الحلوة يمكن ما فيها ألغاز كتير، يعني إذا بتقول إنه هيدا نجح، نجح وخلصت. نعم. بتقول سقط، ببلش لي سقط. برأيك كيف الأخبار سقط؟ الأخبار العاطلة بتوصل بسرعة كمان. يعني ميشيل، في ناس بهالتوقعات اللي أنت بتعملها ميشيل حيك، في ناس مع وفي ناس ضد. خلينا نحكي عن الناس الضد، أوقات بيكونوا يمكن قاسيين بال بال بالانتقاد. مش هيك عم تقدر تستوعبون، عم تقدر تستوعب هالموضوع؟ أوقات بيكون في تجريح مثلا إذا في انتقاد مثل شو؟ طيب هلا إذا ناس مع وناس ضد، هذا موضوع كبير بده حلقات طويلة، وراح يضل في ناس مع وناس ضد. اللي بحب أقوله أنا هون إنه أنا مني جاي أفرض رأيي على حدا، مني جاي أقول للعالم أنه يلحقوا اللي أنا بعمله. بالنتيجة برجع بقول أنه هيدي توقعات، منا قواعد ولا أوامر. هلأ الناس اللي بينتقدوا هيدا رأيهم، كل واحد عنده رأي. أما اللي بينتقدوا كمان وبيجرحوا مثل ما حضرتك قلت، صدر كبير بيستوعبهم وبتحمل كل شيء ممكن يقولوه. لأن ما تنسى توني اللي بعمله أنا يعني محور كتير في جدل كتير حول اللي بعمله، كرمال هيك لازم أنا أمتص شعاع الآخرين على طريقتي. يعني أنت مع ميشيل أنه يسمعوا ما يتأثروا فيه؟ لا، كل إنسان عنده رأيه، يعني هذه الأمور في ناس بتحب حرية وناس ما بتحب. نعم. ميشيل حايك، نحن والمشاهدين رح نتابع كمان معهم الجزء الثاني من توقعات اللبنانية لعام 2009 اللي صدقت. تعديلات بارزة ومهمة في أحكام ومقررات كانت حتى مبارح خارج الممكن، وبتبين أنه أساسا ما كان في مبرر لوجودها بالأساس أصلا. أخيرا يوسف شعبان خارج القضبان بعد 15 عاما من سجنه عن جريمة لم يرتكبها. خرج أخيرا يوسف شعبان، والكلمة الوحيدة اللي وجهها كانت شكر لرئيس الجمهورية قبل ما ينقل إلى بيروت لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل ما يصبح رجل حر. شو تعليقك يوسف شعبان؟ شو تعليقك؟ شو أول كلمة؟ فخامة الرئيس، بهنيكوا عليك فخامة الرئيس بطل. أصداء منطقة بكفية بتتردد بالبعيد. أم تسمم لبناتها الثلاث حتى الموت ثم تنتحر. الجريمة وقعت ببحر صاف بمنزل بول الذي يقع ببناء يسكن فيه أهل وأشقائه اللي ما حسوا على شيء. السيد وليد جنبلاط بأكثر من لوحة مشرقة. اسم السيدة الأولى وفاء ميشيل سليمان سيجتاح قلوب اللبنانيين. قدمنا بدراسة قانونية لهيئة جمعية المصارف، توصلت الجمعية للقبول بإعطاء الحق المرأة بفتح الحساب. بيخرج الأرمن من مأزق مأساوي يدبر لهم. استنكارا للجريمة التي تعرض لها أحد مؤسسي حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار هراك أكيان، أقيم في حي أمانوس في برج حمود تجمع شارك فيه أعضاء ومناصرو الحركة.
لا أرى أفق، قالت ويني مسدود رغم حجم انتظاراتهم وتنوع ألوانها. فباكورة أعمال المجلس النيابي اللبناني الجديد لم تكن مشروع قانون تقدمت به النائب نيلة تويني، إنما تحقيق مشروع زواج من الإعلامي الزميل مالك مكتبي. أرزت الكتائب والقوات هدف لسهام غادرة ومؤذي. اعتبر الرئيس أمين لجميل أن حادثة اكتشاف قنبلة في سيارة قرب منزله في بكفية هي دليل على أن هناك من هو منزعج من الاستقرار في لبنان، كما أنها رسالة رعب للمواطنين لمنعهم من التوجه إلى صناديق الاقتراع، داعيا الأجهزة الأمنية إلى حسم أمرها. كشف شبكة تجسس بعملية خطرة النتائج. كشف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لشبكات التجسس وللمعدات التي تستخدمها يشكل حسب مصادر أمنية متابعة للعملية دليلا قاطعا على قدرة الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية على مواجهة المخططات الإسرائيلية. ولا بد من الإشارة إلى أن العملاء المذكورين قاموا بتحديد مئات الأهداف شملت كافة الأراضي اللبنانية. ارتباط اسم الباترون بأكثر من حدث بارز بعيد خلط أوراق وأدوار. طبيعي واحد صعد بالانتخابات يعني بجيب تعمل وزير يعني. طبيعي شو بتقول للناس؟ لعيون صهر الجنرال ما تتألف الحكومة. جبران باسيل وزيرا للطاقة والمياه. علامات فارقة بترافق اسم الفنان ملحم بركات. سربتنا حريق سربتنا حريق سربتنا حريق. المياه الإقليمية لن تكون بمنأى عن بعض العمليات الأمنية والحوادث المستجدة. جهة بتحاول عرقلة حركة الرئيس ميشيل سليمان. توجه أنظار اللبنانيين إلى مسجد محمد الأمين ومحيطه. غداة العيد بدت الحركة الأمنية والسياسية باتجاه دار الفتوى في محيط مسجد محمد الأمين في وسط العاصمة، وكأنها تصب في إطار مواكبة الحدث الأمني الذي كان يخطط له وتم أحباطه. أرى وجوه جديدة حول طاولة القيادة في التيار الوطني الحر. ميشيل عون بيكون رجل المفاجآت اللي بتستقطب حوله اهتمام الإعلام والرأي العام حتى في أثناء تواجده خارج لبنان. طائرة خاصة من طراز فالكون أرسلها الرئيس السوري بشار الأسد أقلت رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون من مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت إلى دمشق. يرافقه الوزير السابق ميشيل سماحة والمسؤول في التيار الوطني الحر بيير رافول. واكتملت مظاهر الحفاوة بالعماد عون في قصر الشعب بمأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الأسد تكريما له. بيدخل اسم النائب جورج عدوان خانة المراهنات ورح بيرافق خروجه منها أكثر من تحدي. معهد الانتخابي محسوم من زمان. كنت أتمنى فقط لبعض الذين ترشحوا بالسابق أو حاليا أن يعني يأخذوا بعين الاعتبار يعني أدب السياسي، أدب الحياة، في كتاب لكما جبلات أدب الحياة، أن هناك نائب صحيح مريض شفاه الله نبيل بستاني ما حدا سأله شيء، ما حدا سأله شيء، ترشحوا محله ما حدا سأله شيء، هذا معيب. بس عملية خطف دقيقة. أفادت معلومات غير رسمية بأن المواطن جوزيف جورج صادر من درب السيم سكان منطقة مردوشي وهو يعمل مهندسا في مطار رفيق الحرير الدولي اختطف قرابة 7 من صباح اليوم على طريق المطار. ونقلت المعلومات أن 3 مجهولين في سيارة جيب رباعية الدفع اعترضوا طريق المواطن جوزيف صادر تحت جسر الكوكودي.